بعد الاستبداد والفساد، رد الاعتبار والتعويض والاعتذار، رد الاعتبار معنويا وماديا حق وليس بمنة. ومن يقول أن هؤلاء ظلمهم بورقيبة أو ظلمهم بن علي وعليهم أن يطلبوا حقهم من أولئك ممن ظلمهم، نقول أن من ظلمهم ظلمهم باسم الدولة، باسم القانون، باسم الشرعية، فالدولة هي من ظلمهم. ومن حل اليوم محل من انصرف في الدولة ملزم بأن يعوض لهم، ليس ذلك فضلا ولا منة. ونحن من جانبنا في المجلس الوطني التأسيسي كنواب وكأعضاء في كتلة، نعتقد أن من الأولويات أن يتم سن قانون يضمن للمتضررين والمنتفعين بالعفو العام حقهم. قد تكون الاعتمادات الموجودة عند الدولة حاليا لا تفي بالحق، كل الحق، ولكن نميز بين تثبيت الحق والتنصيص عليه من ناحية، وتفعيله ودفع المستحقات لأهلها من ناحية أخرى. نحن حريصون على أن تثبت الحقوق كاملة في النص القانوني، أما التفعيل فيمكن أن يكون مقسطا بحسب ما تحتمله ميزانية الدولة وبحسب ما يتوفر من مساهمات في هذا العنوان بالذات. على هذا الأساس نحن في أشد الانتظار، لأن يرد علينا مشروع القانون من الحكومة للنظر فيه في المجلس الوطني التأسيسي، ونعمل بإذن الله تعالى على أن لا يستثنى ولا تستثنى أي فئة من المنتفعين بالعفو العام. نسعى بإذن الله تعالى لأن تكون الصيغة النهائية التي تخرج عن هذا المجلس آخذة بعين الاعتبار كل الفئات وكل الوضعيات، بما يسمح بعد سن ذلك القانون بأن نقول بأنه باتت لدينا الأداة القانونية التي تسمح بتضميد جراح الجميع إن شاء الله تعالى. هذا ما يمكننا أن نعد به كسلطة مهمتها التأسيس والتشريع. لازلنا ننتظر ورود النص من الحكومة، وحال ما يرد سنعطيه بإذن الله تعالى الأولوية ونسارع في سنه حتى نسارع بتضميد جراح إخواننا.